مساء الخير ورمضان كريم. زي ما حكينا بالحلقات السابقة بالإعصار ميكونو والإعصار غونو، حكينا أنه الدول العربية أو مناطق الدول العربية تأثيرها محدود في الأعاصير وتقتصر على 3 دول عربية، وهي سلطنة عمان واليمن والصومال، طبعا بالدرجة الأولى سلطنة عمان وبدرجة أقل اليمن والصومال. لكن هل سبق أن تأثرت أي دولة عربية بتأثير مباشر بأحد الأعاصير غير هاي الدول؟ الجواب نعم، هذا الأمر حدث في العام 92 بشكل نادر في المملكة العربية السعودية. لكن كيف حدث؟ طبعا تشكل الإعصار في منطقة بحر العرب والمحيط الهندي قبالة السواحل العمانية، وأثر هذا الإعصار بشكل مباشر على سلطنة عمان. بالعادة الأعاصير لما تحتك باليابس بتضعف وبتفقد جزء كثير كبير من قوتها، لكن بشكل غير معتاد حدث في عام 92 أنه هذا الإعصار كمل حركته باتجاه الداخل نحو الأراضي السعودية، وصل حتى وسط المملكة بكامل قوته بحسب طبعا ما تم رصده من صور أقمار اصطناعية في حينها. عام 92 بشكل عام كان عام استثنائي على العديد من الدول العربية، نحكي عن موسم ثلوج قوي جدا كان في بلاد الشام والأردن، نحكي عن حركة هذا الإعصار النادرة إلى الداخل باتجاه وسط الأراضي السعودية. بشكل غريب وبشكل استثنائي هذا الإعصار اندفع من عمان باتجاه المملكة العربية السعودية بكامل قوته ولامس وسط المملكة العربية السعودية، وهو من تصنيفه كإعصار وليس كعاصفة مدارية أو منخفض جوي. بعد هيك انحرف هذا الإعصار واندفع إلى اليمن على شكل منخفض جوي عميق. ومع انتقال تأثير هذا الإعصار من سلطنة عمان باتجاه المملكة العربية السعودية وأثناء حركته، عمل على هطول كميات كبيرة جدا من الأمطار بشكل غير معتاد في صحراء الربع الخالي وبرضو أجزاء من المنطقة الوسطى بما فيها المناطق الجنوبية من العاصمة الرياض. رافق حركة هذا الإعصار أيضا هبوب لرياح شديدة وكميات كبيرة من الغبار والأتربة. طبعا تحدث الغبار والأتربة أمر معتاد في المملكة العربية السعودية، لكنه غير معتاد أن يحدث عندنا رياح قوية بفعل تأثير هذا الإعصار. بحسب طبعا السجلات المناخية، يعتبر هذا هو الإعصار الوحيد الذي استطاع بالتعمق إلى داخل الأراضي السعودية وهو بدرجة تصنيف إعصار. بقية الحالات الجوية تكون على شكل حالات جوية مدارية أو منخفضات جوية عميقة وبتأثر بشكل محدود خاصة على المنطقة الجنوبية وربما منطقة صحراء الربع الخالي ونجران، وهذا أمر حصل في العاصفة أو الإعصار لبان اللي أثر على سلطنة عمان في نهاية أكتوبر من العام الماضي. استنونا بالحلقة القادمة عشان نحكي لكم مزيد من الأحوال الجوية الغريبة والقوية اللي أثرت على الوطن العربي خلال العوام السابقة. سلام.